نناقش في هذا الفيديو إيجاد أو حساب فترة ثقة، الفرق بين الـ Population Proportions. طبعا هن في شروط هذه لازم تكون موجودة، إن السامبلز اللي إحنا بنحصل عليها بتكون independent، وشروط اللي بتخلينا نقدر نستخدم Central Limit Theorem اللي إحنا متعودين عليها، هذه شروط وإلى آخره. طبعا هان هو حسبها يدويا، بيحسب اللور باوند للكونفيدنس انترفال بهذا الشكل، وبيحسب الابر باوند، فتشبه جدا الطريقة اللي احنا عملناها فترة الثقة للون بابوليشن بروبورشن. لكن احنا طبعا هان بدنا نستخدم ار في حساب فترة الثقة هذه. فبتكلم هان عن نفس المثال اللي تكلمنا عنه في الفيديو السابق. An economist obtains a random sample of 800 urban households and finds that 338 of them have internet access. إلى آخره حتى نكسب الوقت. في المقابل في المناطق القروية في عنا يعني سأل عينة كانت حجمها 750 بيت، وسألهم عن الانترنت اكسس فطلع 292، فمطلوب نجيب find 99% confidence interval for the difference between the proportion of urban households that have internet access and the proportion of rural households that have internet access. طبعا هان في لما نحسب فترة الثقة فكأننا بنعمل اختبارات بيكون فيها الالترناتيف تو سايدد، يعني نعمل تو تيلد تيست، فبتطلع لنا فترة الثقة بالنسبة لاستخدامها. طبعا هان الحل انه يحسب بي واحد هات فبيطلع بهذا الشكل، بي اثنين هات بيطلع بهذا الشكل، بيحسبه زي ما حسبناه في الفيديو السابق، وبعدين بيحسب اللور باوند اللي بيطلع هان سالب 3 من 100 تقريبا، وهان بيطلع تقريبا 1 من 10، لما نقربها بتطلع تقريبا 1 من 10. فالفترة الثقة هذه 99% confidence interval for the difference of the two proportions طلعت يعني بتبدأ من عدد سالب وتنتهي بعدد موجب، يعني هذه الفترة بتحتوي على الصفر. فبالتالي هان ممكن احنا نقول بالنسبة للتو تيلد تيست إنه لا نستطيع رفض النال هايبوثيسز، لأنه الفترة اللي بين اللي في هذه الفترة فترة الثقة مقدارها 99% تحتوي على الصفر، يعني في إمكانية إنه يكون التو بروبورشنز متساويين، والنال هايبوثيسز بيقول أو بنص على إنه التو بروبورشنز متساوية. لكن لو كانت هذه فترة الثقة لا تحتوي على الصفر، يعني كانت كلها سالبة أو كلها موجبة، ففي الحالة هذه ممكن نرفض النال هايبوثيسز. خلينا نشوف كيف نعمل الكلام هذا باستخدام R. طبعا المثال هذا احنا عملناه قبل هيك، فبنحط في هان في المثال هذا بنحط اللي هو نعمل الاختبار وبنسميه result، مثلا بنختصرها RES. فالريزلت هذه عبارة عن اختبار اللي هو للبروبورشن، بنحط فيه طبعا اللي هو X1 وX2 هان N1 وN2، وبعدين الconfidence level هو بده إياه 99%، فبالتالي بنحطه 99%. بالنسبة للالترناتيف إذا بنتكلم عن فترة الثقة فلازم نحط هذا two-sided يعني two-tailed test، فبننفذ هذا وبعدين نحسب نتأكد من الـ p-value. لو بدنا نعمل نستخدم الـ p-value approach عشان نطلع نتيجة الاختبار، فبنلاحظ إنها 2 من 10، يعني كبيرة جدا. لو قارناها الألفا هان بتساوي 1 من 100، فهذه كبيرة جدا قد 20 مرة يعني تقريبا. المهم يعني كبيرة جدا، فلا نستطيع رفض النال هايبوثيسز، فبالتالي ما فيش فرق بين الأربن والرورال هاوس هولز بالنسبة للإنترنت أكسس. طبعا هان
فقط يعني كيف نحسب فترة الثقة من هان؟ هان طلعنا الـ p-value، هاي فترة الثقة، فنقول res أو result يعني dollar sign conf interval، فبطلع لنا حاجات معلومات مهمة جدا مفيدة جدا. هاي فترة الثقة تقريبا من سالب 3% لحتى 1/10، فزي ما قلنا إنه هذه الفترة بتحتوي على صفر، فبالتالي لا نستطيع رفض النل هايبوثيسز. نرجع تاني للسلايز عشان نشوف موضوع تاني وهو حجم العينة اللازم. يعني طبعا في فترة الثقة هذه بتكبر أو بتصغر حسب the margin of error اللي هو اللي بنضيفه لهذا الحد أو نطرح منه. فزي ما عملنا في حالة الـ one population proportion هان نعمل نفس الشيء، فبيعطينا مثلا أو بيكون إحنا مسموح لنا أن نعمل خطأ أقصى قيمة للخطأ مثلا 3% أو 3/1000 أو 5/1000. فقديش حجم العينة لازم يكون في العينتين طبعا عشان ما يزيدش الخطأ عن هذا الحد. فالفكرة نفس الفكرة هناك ممكن نعملها، نطبق نفس الشيء. إذا بنعرف بي واحد هات وبي اثنين هات بنعوض في هذه المعادلة من معادلة تعريف اللي هو the margin of error. إذا بنعرفش بي واحد هات وبي اثنين هات بنحط مكان هذا كل المقدار، نحط مكانه نص وبنضرب، بيكون معانا طبعا ألفا، معانا إيه، معانا كل الشغلات هذه بنقدر نحسبها. فهان في مثال بقول a doctor wants to estimate the difference in the proportion of 15 to 19-year-old mothers that received prenatal care أو نوع من أنواع. يعني هان بده الدكتور أو دكتورة بدها تقدر الفرق في الـ proportions للأمهات اللي أعمارهم من 15 إلى 19 سنة واللي يعني تلقوا عناية أو رعاية قبل الولادة، and the proportion of 30 to 35 to 34-year-old mothers that receive prenatal care. يعني في عنا فئتين عمريتين من الأمهات، في من 15 ل 19 سنة وفي من 30 ل 34 سنة، فهذول بيتلقوا رعاية يعني بيتلقوا رعاية صحية قبل الولادة، وهذول برضو بيتلقوا رعاية صحية، مش كلهم طبعا، نسبة منهم. فالدكتورة بدها تعمل يعني تقدير للفرق في النسبتين، نسبة اللي تلقوا رعاية قبل الولادة من هذه الفئة العمرية ونسبة الأمهات التي تلقين رعاية من هذه الفئة العمرية قبل الولادة. فبقول هان what sample size should be obtained if she يعني الدكتورة if she wished to estimate the estimate to be within 2 percentage points. إذن هان عندها حدود الخطأ يعني له سقف اللي هو أو حد أقصى اللي هو يساوي 2% يعني 2/100، والألفا هان الكونفيدنس ليفل بيساوي 95%، فالليفل أوف سيجنيفيكانس بيساوي 5/100. فطبعا عشان تقدر هان فالدكتورة she uses the results of the National Vital Statistics Report results. يعني استخدمت يعني تقارير موجودة عن هذه النسب مسبقا. فالفئة العمرية الأولى اللي من 15 إلى 19 سنة كانت النسبة 98%. الفئة العمرية الأخرى كانت أو الثانية كانت الفئة كانت النسبة 99.2%. She doesn't use any prior estimates. فبالتالي ما عملتش يعني في يعني يعني ما اخذتش عينة أولية وقدرت منها بي واحد هات وبي اثنين هات، لا أخذت معلومات جاهزة. فبي واحد هات بيساوي 98% وبي اثنين هات بيساوي 992 من ألف. فهنا طبعا بدنا نحسب
الـ E اللي هو الـ margin of error بتساوي 2 من 100، الـ Z ألفا على 2 هذا العدد اللي بترك مساحة على يمين ومقدارها ألفا على 2 تساوي كذا 1.96، و B واحد هات B 2 هات زي ما احنا قلنا، ونعود في المعادلة هذه بتطلع 264.5، نقربها إلى أعلى بصير 265، فبدأ تاخد من الفئة العمرية الأولى عينة حجمها 265 امرأة، ومن العينة الفئة العمرية الثانية برضو نفس العدد نفس الحجم. خلينا نشوف كيف نعمل هذا باستخدام R. طبعا حطيت البيانات هنا كلها عشان نختصر الزمن. فعندنا بي واحد هات زي هيك، بي اثنين هات، بي والألفا والإي، ونحسب الكوانتايل اللي هو زي ألفا على 2 بالشكل هذا. طبعا لازم نتأكد انه صح، فبيطلع 1.96 تقريبا، هذا أدق من اللي في استخدمه في السلايدز. الآن بنعوض في هذه المعادلة، هاي نفس المعادلة إن تطلع بهذا الشكل، ونشوف قديش ما حطتش ألفا هان، إذن لازم نعرف ألفا، مش عارف كيف راحت. فبنحسب الآن هيك، إذن هان ألفا، ألفا وين راحت ألفا هان، بتكون ألفا واحد ناقص ألفا بي واحد هات، سوري هي المشكلة، وهي هذه كمان وهي هذه تطلع كمان could not find function بي ون هات، بي ون هات ها، إذن في يعني بيكون في خطأ في الكتابة ها، بي ون سوري هان ضرب، هذه المشكلة عشان بستخدم برامج تانية ما فيش فيها هذه الإشارة، فبتطلع بهذا الشكل. والآن نحسب N فبتطلع 1016. ليش في فرق هان؟ خلينا نشوف احنا، واحد ناقص بي ون هات زائد بي اتنين هات ضرب واحد ناقص بي اتنين هات، هذا كله نضربه في اللي هو الكوانتايل على اي والربع، فبتطلع بهذا الشكل. يعني اعتقد انه طلع ضعف يعني. ضعف أو حتى يعني أقل شوية من الضعف، هان 98.992 وهان 1.9، خلينا نتأكد كمان مرة، هان 98 هيك، هاي السبب أعتقد، هاي السبب زي هيك، فبالتالي دقة مهمة هان. بيطلع 264.5 تقريبا، فبتطلع 265، يعني الخطأ هام. وأنا دائما بحاول أسرع عشان نختصر الوقت. نرجع للسلايدز هان، فبيطلع نفس الشيء زي ما احنا شفنا. طبعا في حالة انه لو بدهاش الدكتور تستخدم من التقارير الموجودة البي واحد بي اتنين هات هذول، فبنحط بدالها نص، فبيطلع طبعا الكمية أكبر. فخلينا نشوف كيف نعملها باستخدام R. فخلينا نعمل اللي هو هذه نفسها، نعدل عليها زي هيك، نعملها بدل ما نعمل هذه كلها تصير نص وخلاص، أسهل هيك، لكن في الشغل أصعب. ليش؟ لأنه العينة ضاعف حجمها، فبالتالي N هان هيها بتطلع 4801، فبالتالي الأفضل إنه الواحد ياخذ من تقرير سابقة معلومات عن بي واحد هات أو بي واحد وبي اتنين، بيوفر على حاله جهد كبير، لأنه تصور لما الشخص
الباحث ياخذ عينة 265 يمكن معقولة، لكن 4800 في حاجة يعني كبيرة، بتكلف وقت كبير وجهد كبير. فبس بعدك إن شاء الله راح نتكلم عن dependent اللي هو inference about two means dependent samples، وفي اللي هو الاندبندنت سامبلز، فهذه إن شاء الله نعملها في فيديو مستقل.